ضعف الانتصاب عند مريض السكري، ايه العلاج؟ السلام عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال. موضوع النهارده هو علاج ضعف الانتصاب عند مريض السكري، ايه العلاج؟ ومناسبه الفيديو ده ان كتير قوي من الناس بتجيني بتيجي تسالني تقول لي انا باخد العلاج بتاع ضعف الانتصاب بس مفيش نتيجة، ما بيحصلش تحسن او تحسن بسيط جدا، ايه السبب؟ فعشان كده بعمل الفيديو ده، فتابع الفيديو الى الاخر لانه مهم جدا لو انت احد مرضى السكر، لان احتمال كبير قوي انك تصاب برضو بضعف الانتصاب او اي ضعف جنسي. الكثير من الناس لسه مش فاهمة العلاقة ما بين المرض السكري والضعف الجنسي بصفة عامة، وخاصة ضعف الانتصاب. فمرض ضعف الانتصاب عند مرضى السكر منتشر بشكل كبير، يمكن أكثر من 70% من مرضى السكر يعانون من ضعف الانتصاب، وهذا يستدعي، يعني ده شيء يخلينا نفهم العلاقة جيدا ما بين مرض السكر وما بين الضعف الجنسي بصفة عامة عشان نفهم ونعرف كيفية العلاج. خلوا بالكوا ان السكر، مرض السكر والضعف الجنسي او ضعف الانتصاب، كل واحد منهم مرض مختلف عن التاني، الا ان ضعف الانتصاب موجود بصحبة مرض السكر في نسبة كبيرة زي ما قلت. فاذا كنت واحد من ملايين الرجال المصابين بالضعف الجنسي ومرض السكر فلا تقلق، فهناك علاج مؤكد لضعف الانتصاب عند مرض السكر، وهذا الذي سوف اوضحه هنا في هذا الفيديو وفي الجزء الثاني منه، ضعف الانتصاب عند مرضى السكر وكيفية العلاج. لان العلاج مش بس الحبوب بتاعت المقويات او المنشطات ايا كان اسمها، فياجرا، ليفيترا، سيالس، اي نوع بقى، فيجريكس، اي نوع. ليه؟ هو الاول الانتصاب بيشتغل ازاي؟ بيحتاج حاجات في الجسم تكون سليمة، منها الاعصاب الطرفية ومنها الاوعية الدموية. فمرض السكر بيؤدي الى تلف البطانة الداخلية للاوعية الدموية، وهي دي ضرورية جدا، البطانة ديت انها تكون سليمة عشان الاوعية الدموية تشتغل بشكل سليم. وايضا مرض السكر بيؤدي الى تلف الاعصاب الطرفية، تلف الاعصاب الطرفية مع تلف الاوعية الدموية يؤثر بشكل كبير جدا على تدفق الدم الى القضيب واستمرار وجوده في القضيب اثناء الجماع. بالنسبة لمريض السكر بتبقى الاعصاب الطرفية فيها عطب أو تلفة أو متأثرة، أنت ما بتاخد علاج أي كان علاج ضعف الانتصاب، شيء يقوي الانتصاب، كلهم بيشتغلوا على الأوعية الدموية، كلهم بيشتغلوا على الأوعية الدموية، بيعملوا إيه؟ بيضخوا الدم في الأوعية الدموية، يعني بغض النظر عن مسميات المركب أو المنتج فجمعهم بيشتغلوا على ضخ الدم في الأوعية الدموية. لكن في عنصر تاني عشان الانتصاب يحدث، هو الأعصاب الطرفية. بدون الأعصاب الطرفية مش هتضخ الدم، لأن مين اللي هيدي الإشارة للمخ والأوعية الدموية اللي موجودة في منطقة القضيب بإنها تتسع، يحصل لها دايلاتيشن وتتملي بالدم ويحصل انتصاب؟ مين اللي هيدي هذا الكلام؟ المخ والأعصاب عن طريق الرسائل التي يرسلها إلى الأعصاب الطرفية. وبدليل إن بدون الرسائل ديت ما بيحصلش انتصاب، أنت بتاخد، إذا أخذت هذه المادة الإنسان العادي ما بيحصلش انتصاب إلا لما تيجي الرسائل من المخ، يعني لما يجي مثلا يجي جنب امرأته أو يستثار جنسيا، تبتدي الرسائل تيجي من المخ إلى الأعصاب الطرفية في المنطقة، فتقول للإيه؟ الأوعية الدموية، تديها الرسائل النيورو كيميكال، الرسائل الكيماوية العصبية، بحيث يحصل عملية الإيه؟ دايلاتيشن، وبالتالي ضخ الدم والانتصاب. فإذا العنصرين لازم يكونوا موجودين. فعشان كده الحل لازم يبقى انك انت تعالج مختلف الاسباب، مش بس تاخد منشطات، منشطات لوحدها ممكن ما تشتغلش، فانت مطالب انك انت تشتغل على عدة محاور. هشرح لك دلوقتي ايه هي المحاور اللي انت لازم تشتغل عليها عشان تاخد احسن نتيجة، ده في الفيديو الاولاني. خطوات علاج ضعف الانتصاب عند مريض السكري، هتكون خطوط عريضة، خطوط عريضة للمحاور التي ينبغي أن تعمل عليها.
وتحسنها. وبعد كده في الفيديو التاني ان شاء الله هيكون الكلام بالتفصيل عن هذه العلاجات والأساليب التي ينبغي أن تتبعها حتى تحصل على أحسن نتيجة. فخليكم تكملوا معايا الفيديو عشان تشوفوا الخطوط العريضة عشان تحسين تدفق الدم وتحسين الانتصاب في مريض السكر. زي ما انتوا شايفين في الشكل اللي بعمله دوت، الإنسان لازم يمشي على خطين رئيسيين. الخط الأولاني هو علاج مرض السكر في حد ذاته، والخط الثاني هو علاج ضعف الانتصاب. الاثنين لازم يمشوا مع بعض. الخط الأولاني بتاع السكر بيتقسم إلى خطين، الخط الثاني بتاع علاج الانتصاب برضو بيتقسم إلى 3 خطوط، يعني عندك إجمالي 5 خطوط تمشي عليهم جميعا، تمشي مع عليهم في وقت واحد عشان تشعر بنتيجة جيدة. يبقى تلخيصا للخطوط العريضة، علاج ضعف الانتصاب لازم يتم على خطين رئيسيين، علاج السكر زي ما وضع على الشمال، وهذا ينقسم إلى نوعين من العلاج، العلاج بالأدوية والعلاج بأسلوب الحياة الصحي. الخط الثاني هو علاج الضعف وينقسم إلى 3 أقسام، العلاج بالأدوية والعلاج بالتدخل الطبي، وثالث حاجة الممارسة الصحيحة. كده خلصنا الجزء الأولاني من الموضوع وهو الفيديو الأولاني، وبينت لكم الخطوط العريضة الرئيسية عشان تحل مشكلة الانتصاب حلا جذريا وخاصة عند مرضى السكر. الجزء الثاني إن شاء الله تابعوني فيه، عشان الكلام اللي أنا قلته ده ملخص هعمله بعد كده في فيديو بالتفصيل، كل حاجة هشرحها بالتفصيل عشان تفهم كويس أسباب ضعف الانتصاب عند مرضى السكري والعلاج. بالمناسبة أفكركم اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان تجيله الاختيارات أول بأول، ولو سمحتوا تعملوا لايك، وممكن لو سمحتوا تشاركوا هذا الفيديو مع أصحابكم وأصدقائكم بعمل شير. وأشوفكم في الجزء الثاني من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.